لحظة لحظة لحظة، حدا فاهم شي؟ كيف؟ مين دفع؟ مات روحيتك، فيك ترجع لنا شوي تنخبرهم شو صار؟ يا جماعة، يلي صار انه وسيم عنده هاي وبهاي قدر يدفع من تليفونه كل الفاتورة بأربع ثواني بس. وصلوا المصريات من تليفون وسيم لجهاز المات. هاي وسيلة دفع جديدة من ابتكار BLC بنك، تدفع فيها من تليفونك بمراكز البيع. وبهالوقت الباقيين، سوري ما عرفتكن على ليلى، طارق ونور، أصحابه لوسيم يلي كمان عندن هاي، دفعوا له كل واحد من تليفونه. هاي كمان تدفع فيها من تليفونك لمين ما بدك. ايه خلص متر، ممنونك، تليفونك عم بدق. خليني ترجم لكم شو عم بيصير. القصة انه سمير طلع عباله بيتزا ودفع فاتورة الدليفري دغري بتليفونه للمطعم. هاي فيك تدفع من تليفونك وين ما كنت. وهول ما يوجد ولاده لسمير، مثل العادة صرفوا كل شي وبدوا المصاري ليسيسروا حالهم. وبابي سمير كمان مثل العادة بيحول لهم دغري مصاري بهاي من تليفونه لتليفوناتهم. بهاي بتقدر تحول مصاري من تليفونك لأولادك. هاي وسيلة دفع جديدة من ابتكار BLC بنك، تدفع فيها من تليفونك بمراكز البيع لمين ما بدك من وين ما كنت وحتى لأولادك. هي أفضل طريقة دفع من ابتكار BLC بنك.